تقدم لكم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تطبيق محفظة الإمارات، والذي يسمح لكم بإنهاء معاملات سفركم عبر المطار دون الحاجة لإظهار وثائقكم، حيث يمكن من خلال التطبيق تسجيل دخولكم وخروجكم من الدولة بفضل خاصية ترميز جواز سفركم أو الهوية الإماراتية، والمرور عبر البوابة الذكية بسهولة أو في وقت وجيز. يقوم التطبيق أيضاً بجمع ودمج جميع بيانات الوثائق الخاصة بكم على هاتفكم الذكي كجواز السفر وبطاقة الهوية، كما يوفر لكم خدمة الاستعلام عن المكفولين. بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر لكم خاصية التنبيه في حالة انتهاء تصاريح الإقامة للمستخدم والمكفولين. سارعوا لتحميل التطبيق عن طريق هاتفكم الذكي، فهو متوفر عبر متجري أب ستور وجوجل بلاي. الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إسعاد الناس غايتنا.